شانتال نسيم. والله احنا زي كل يوم يعني بقى عندنا اوردرات فبنحاول ان احنا نرضي الزباين اللي موجوده عندنا في الاكاديمي. فاحنا كنا ناويين نتعشى مع بعض لان خلاص يعني كنا خلاص اليوم خلص وبس جالنا كام اوردر كده عايزين ياكلوا فاضطرينا ان احنا نعمل لهم. لا انا مش هاكل ولا اي حاجه من الفراخ ده اصلا مش عايز فراخ لا هادي الدين على الفكره بس انا عينيا وجعتني طلعوا نايين كان ناجتس ني بس ماشي الحال المطعم ده بايظ 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 صراحه حيل اضطريت اني ادفع لهم فلوس يعني عطفا عليهم لانهم لسه بادين ولكن كل شيء بايظ جميله طلع خلاص ايه كميه الفراخ اللي اتحطت دي نمسة ساعدتنا وحسيتها يعني بنت جدعة تستاهل ماشي تستاهل مبدئياً عباس وعلي فشلة في الأكل نهائي قلت لهم عايز أكل حاجة معاكم في قلب المنطقة اللي احنا فيها دي عملوا لي الجريمة دي جريمة في حق الفراخ لا آخر مرة طبعاً أكل من إيديهم انتهى الموضوع أنا هعمل لنفسي أكلي يا اما اطلب حاجه من البنات مش فشله بصراحه يعني احنا مش فشله في الاكل هم فشله ومطعمهم فاشل ومش هناكل من عندهم تاني خلاص انتهى الموضوع اول ما اكلت الساندوتش حبيته بس بالنص ما بعرف حسيت برفلو شويه ميرسي سلم هالبيات فيه شيء زعجني فوصلت للنص وكبيته وهرجع الزباين تاني واي حد قال كلمه وحشه علينا اكيد مش هياكل مننا ضروري هذا اخر شيء اكثر شيء ما نعطيه مصر ولا مفكر نعطيه ضروري ترمينا اهم شيء النفس في الاكل يعني النفس اللي سويناه في الاكل رهيب واحنا يعني بعد 3 ايام من افتتاح المحل طبعا يمكن ما اخترناش اسم كنا مشغولين بالافتتاح فاحنا بنقول لكم ان احنا اسم المحل ان شاء الله يبقى محروقات علي وعباس محروقات علي وعباس برافو برافو